يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أسأل الله بحبي للصالحين فيه؟ نعم، هذا كما سمعت من كلام الشيخ، هذا عمل، عمل صالح، محبتك للصالحين عمل صالح، تسأل الله: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين. توسلوا إلى الله بالإيمان واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الدعاء الحواريين، دعاء الحواريين، مراد بالرسول هو عيسى عليه السلام، توسلوا إلى الله باتباعه بعد الإيمان بالله عز وجل. نعم.